كيف نعد غاموس الأفوكادو؟ نحتاج إلى أفوكادو، بندورة، بصل، بقدونس، ملح وبهار، ليمون، قطع خبز وزيت الزيتون. نقسم الأفوكادو وننزع النواة بهذا الشكل. نضيف البصل، البقدونس والليمون ثم نخلط المقادير. نضع الخليط في إناء تقديم. نضع قطع الخبز في صينية ونضيف إليها الزيت والملح. نضع قطع الخبز في الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة 10 دقائق. نقدم غاموس الأفوكادو مع قطع الخبز. هل تعلم أن ثمرة الأفوكادو هي فاكهة تنتمي إلى عائلة التوت وليست خضار؟